اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في هذه الفقره. زي ما قلت لحضراتكم واحد كان له دور كبير جدا، كان تعبان جدا خلال الفتره اللي فاتت، تعب في التمرين وتعب لانه كان له دور كبير جدا في حراسه مرمى النادي الاهلي وحتى في حراسه مرمى منتخبنا الوطني. هنعرف كل الامور دي وهنعرف كل الكواليس من خلال نجم الكابتن طارق سليمان. ازيك يا طارق؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ مبارك ايه؟ الحمد لله، وحشنا. ربنا يكرمك وانت كمان. ايه؟ الحمد لله والله كله كويس زي الفل الحمد لله. دايما يعني خلال الفتره اللي فاتت الحقيقه دايما كنت بتبقى موجود معانا على قناه النادي الاهلي ودايما كنا بنسالك، وكنت بحس دايما ان انت عندك مراره في الكلام او يعني متضايق. كلمني بشكل عام الاول، الدوري اللي فات تحديدا اعتقد ان كان له شكل مختلف يا طارق بالنسبه لكم كجهاز فني. طبعا هو احنا انا طبعا ما بداتش الدوري، يعني انا جيت او يعني رجعت انا وكابتن سيد حفيظ تقريبا بعد 6 مباريات اللي كانوا بيتلعبوا في الدوري. ايوه. وكان في برضه يعني حتى في ال6 ماتشات دول كان في تقريبا كان في تعادلين وكان في خساره، وبعد كده يعني فترات كبيره من الدوري انت عارف كنا الاهلي متاخر، عدد ماتشات المؤجله للاهلي كانت كتير قوي. وكان الفارق بيننا وبين المنافس طبعا فرق كبير، يعني تقريبا كده لما تكسب حتى الماتشات المتأجله بتاعتك الفرق برضه هيبقى في صالح المنافس، فدي بتعمل عليك ضغوط يعني طبعا، يعني غير لما يبقى مثلا الماتشات المتأجله بتاعتك دي ولما تكسبها الفرق يبقى ليه صالحك انت، فبرضه بتديك حافز وبتديك دوافع كتير. عكس طبعا لما زي ما بقول لك كده لما تبقى انت متأخر بعدد مباريات كتير، وعدد المباريات ده انا فاكر كويس قوي ان احنا في مرات كنا بنبص على الجدول كنا بنبقى قبل الاخير وكنا بنبقى طبعا بحكم ان احنا متاجلنا ماتشات. فعايز اقول لك ان الدوري كان صعب جدا جدا، الدوري تعرضنا فيه طبعا يعني صعوبته طبعا كانت جايه طبعا ان شويه طبعا كان في حاجات ممكن تبقى بره الملعب تاثر علينا في الملعب بشكل كبير جدا جدا. كنتوا بتتعاملوا مع الحاجات دي ازاي خصوصا اللي بره الملعب؟ ماشي، بص لكن جوه بره الملعب ما تقوليش ان الحاجات اللي بره الملعب دي ما بتاثرش علينا او ما بتاثرش على اللعيبه. طبيعي انت اصلا انت عايش في الجو ده وعايش في الاجواء دي، فطبيعي ان الحاجات دي بتاثر عليك. طبعا كله بيتابع وكله بيشوف وكله بيقرا، ومجال كوره مجال مش يعني كل حاجه كل كبيره وصغيره في المجال بتتعرف بشكل كبير يعني في اللحظة، يعني بتلاقي كل حاجة واضحة يعني. فالحاجات دي إلى حد كبير كان بيحاول الكابتن سيد والجهاز الفني كله كان بيحاول برضه يبعد باللعيبة على الأجواء دي وعلى المشاكل اللي كانت بتبقى مرة الملعب دي، إنما كانت بتأثر بحكم طبعًا إن أنت زي ما بقول لك عايش في الأجواء دي. إنما الحمد لله رب العالمين كان في تركيز عالي قوي، وكان دايمًا الكلام الإيجابي كان هو أكتر بالنسبة للجهاز الفني كله، وكان من الكابتن سيد اكتر يعني، ومن الكابتن محمد يوسف وكابتن سامي وجهاز المعاون المصري بالذات، يعني لان هو طبعا طبيعه اللعيبه فاهم طبيعه اللعيبه وفاهم اللعيبه بتفكر في ايه، وفاهم اللعيبه بتبقى امتى بتبقى مشدوده وامتى بتبقى في خوف شويه امتى بتبقى زعلانه. فالحاجات دي كلها كنا بنحاول ان احنا نبعد باللعيبه خالص بعيد عن الكلام ده، وتوفر بصراحه يعني برضو من الحاجات اللي ساعدت في ان احنا ناخد الدوري للامانه. الكلام ده بيتقال دايما، وهي الفتره التعاقد اللي تمت في شهر يناير مع اكتر من لعيب فرقوا معانا جدا جدا في الدور الثاني بقيه طبعا مش كلام يعني. كان وكمان الاصابات اللي رجعت يا كابتن اسلام يعني خد بالك كان في فتره فيها اصابات كتير، زائد طبعا التعاقدات اللي تمت مع لعيبه كويس قوي جت كملت معانا الموسم، فكل ده ساعد في ان احنا الحمد لله ناخد الدوري. وخدنا الدوري كمان، احنا كان في فرق بيننا وبين الزمالك لما كسبنا كل الماتشات المؤجله بقى فرق 8 للزمالك او 6، انت بتنهي الدوري فرق 8 ليك انت، فده طبعا فرق كبير جدا يعني فرقت عن الزمالك بكتير. كان احساسك وانت احد اعضاء الجهاز الفني في ذلك الوقت يا كابتن طارق ان انت هتقدر تعمل كده ولا لا؟ طبعا يقينا يقينا والله الكلام ده كنا بنقوله دايما، هناخد الدوري. كان دايما الكلام بنقول هناخد الدوري رغم صعوبه الدوري ورغم ان احنا متاخرين ورغم ان في ماتشات كتيره بنكسبها في الوقت الضايع، بس كان في حاجات كده مؤشرات بتقولك هتاخد الدوري في ماتشات يا كابتن اسلام. تقدر تقول لي اول هذه المؤشرات يا كابتن طارق؟ يعني فاكر ايه اللي انت شفته خلاك طارق سليمان بقى بخبرتك اللعيبه اللعيبه بتراهن دايما على اللعيبه يعني طبعا دايما رهانك هيبقى على اللعيب، طول ما اللعيب يا كابتن اسلام هو مصدق الكلام اللي بيتقال وهو من جواه يقدر يعمل الكلام ده، فبيترجم على طول في الملعب للكلام ده. اللي في ماتشات كتيره يا كابتن اسلام ممكن الاداء ما كانش بيبقى كويس، بس كنا بنكسب عشان الروح، بنكسب عشان اللمه اللي كنا ملموم بيها، كنت تحس ان الفرقه كلها يعني بصراحه ايد واحده. ممكن في ماتشات كتير كنا زي ما انت عارف كده، في ماتش كسبناه في الدقيقه 97، في مباراه كسبناها الاتحاد اعتقد لا كانت سموحه او سموحه في الدقيقه 97 بهدف جيرالدو، وكسبنا الجونه في الوقت الضايع، وكسبنا الجيش في الوقت الضايع،
وكسبنا مين تاني؟ اربع خمس ماتشات. والمصري كمان كان ماتش صعب. وعلي معلول في الاتحاد اعتقد. وعلي معلول في لا كان في الاتحاد. كان علي 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 والجون التاني كان صالح. كسبنا 2-0 بس طبعا الجون الاولاني كان في برضه في الدقايق الاخيره يعني. ففي ماتشات كده يا كابتن اسلام وفي بعض المؤشرات اللي بتقول لك ان انت هتاخد الدوري ده. وكنا احنا دايما بص لانك انت لو انت ما عندكش طموح وما عندكش جواك مش هتاخد الدوري حتى لو انت فارق بنقط بقى. يعني ممكن تبقى انت فارق بنقط وتريح ويبقى تضامن الدوري تخسر الدوري. لكن انت كنت عارف ان في ظل هذه الصعوبات وفي الوقت الكبير ده والفارق النقاط الكبيره ده ما بينك وبين بقيه المنافسين اللي موجودين معاك انت كنت هتاخد يقينا انت ما لحقتش تفكر انت رديت عليه على طول. يقينا هناخد الدوري وكنا بنقول الكلام ده من بدري قوي. طول ما في فارق طول ما عدد الماتشات لسه اللي باقي في بنقط تخليك تاخد الدوري فانت بتلعب على ده وبتلعب ان انت دايما وده احنا شفناه كتير في ماتشات كتير للاهلي وفي مواسم كتير للاهلي. فليه ما تكررش تاني؟ يعني احنا مثلا بنعمل حاجه مثلا ما اتعملتش قبل كده او النادي الاهلي ما كررش قبل كده. لا ده كل الاجيال يا كابتن اسلام وانت اكيد عارف الكلام ده. كل الاجيال قبل كده كانت بتكرر الكلام ده وكانت بتكسب في الوقت الضايع. فليه انت ما تبقاش انت كلاعب ما تبقاش جواك الطموح ده ما يبقاش جواك الدوافع دي. كان باين ان احنا ان شاء الله يعني باذن الله. طارق الدوري ده كان من اصعب يعني انت لعبت كام دوري او خدت كام دوري خلال بص الفترة. انا في الفتره اللي انا موجود فيها في النادي الاهلي تقريبا 8 سنين في دوريين اتلغوا ما كملوش 6 سنين خدت 5 سنين خدت 5 كده وكان في دوري برضه صعب خد بالك بس يعني الناس ما كانش كانتش الحرب كده لا ما كانش بالشكل ده كان الدنيا اهدى بكتير وكان الكوره جوه الملعب بس ما كانش فيه بقى الدنيا ما كانتش بالصعوبه اللي كانت فيها السنه دي يعني الدوري اللي هو كان من مجموعتين لانك انت بتدخل الدوري ده بتخلص الدوري خد بالك احنا يعني الدوري كان مجموعتين ده يا كابتن اسلام انت طلعت اول اعتقد كان بيلعب في سموحه كان بيلعب معانا اخر المباراه الاخيره قصدي انت طلعت اول المجموعه ب 40 بونت الثلاث فرق اللي طلعوا معاك في الـ في الـ في الـ في الـ في الدوره الرباعيه في الدوره المجمعه طالعين ب 35 ثلاث فرق الزمالك وبتروجيت وسموحه طالعين ب 35 بونت انت طالع ب 40 فتخيل انت بعد ما طلعت ب 40 بونت رجعت تاني تتساوى ايه معاهم تاني صفر كل الفرق صفر فانت بادئ الدوري في تلعب ثلاث ماتشات بس تخسر دوري او تكسب دوري فانت ممكن ده الدوري ده احنا خدناه بهدف صح فالدوري ده كان صعب جدا برضه وفي مباراه كابتن اسلام بس هي الناس مش بتك... طبعا مش بتكلم عن الناحيه الفنيه طبعا وكل شيء ولكن في نفس الوقت بتكلم على الحروب الخارجيه اللي كانت ما هي دي عشان كده قلت لك في البدايه ان مفيش ما تقوليش ان اللعيبه ما كانتش بتتاثر كانت بتتاثر وكان ممكن اللي بيحصل بره الملعب ده كان بيأثر علينا طبعا بنحاول على قد ما نقدر ان يبقى ده الكلام دايما ايجابي يبقى كان الكابتن خطيب بيجي لنا فترات كتيره من في الماتشات ماتشات كتير جدا كان بيجي لنا يا بيجي لنا بعد الماتش يا بيجي لنا من قبل المباراه لما كان بيبقى في ضغوط علينا وكان بيجي يحاول انه دايما يخرج اللعيبه ويكلم على اللعيبه اي حاجه بره كان دايما دي لينا احنا هنعرف نتكلم ونعرف نرد ونعرف ندافع عن النادي الاهلي انتوا خليكم بس جوه الملعب وكان دايما الكابتن سيد عبد الحفيظ للامانه كان له دور كبير في الحته دي وطبعا الكابتن محمد يوسف والجهاز المصري كله كابتن سامي قمصان واحنا كلنا طبعا كان خد بالك كان الاجانب اللي معانا حتى الراجل المدير الفني والاجانب برضو ايه هم ممكن مش فاهمين قوي طبعا الاجواء ومش حاسين بس كانوا برضو ايه برضو كان كلام لما كان بيجي طبعا بيجي نتكلم كان دايما بيبقى فيه مترجم دايما بيترجم للراجل اللي دايما بيتقال من الكابتن سيد او من الكابتن خطيب يعني فكانوا بيعرفوا طبعا اكيد يعني تمام كابتن طارق انت دايما بتشتغل ما بتتكلمش كتير يعني يمكن هنا حتى عندنا في القناه بتخش معانا لكن خلال الفتره اللي فاتت الحمد لله لو خلال الثمان سنين دول هتلاقي دايما حارس مرمى منتخبنا الوطني من النادي الاهلي او على الاقل في واحد او اثنين مظبوط ولكن دائما يتعرض طارق سليمان لهجوم مش عارف ليه ايه رايك في هذا الكلام والله بص انت بتشتغل في نادي كبير بتشتغل في مكان في ناس كتير قوي في ناس كتير قوي يعني هو طبيعي ان حق مشروع ان اي حد يجي ويشتغل وده حق مشروع لاي حد ولكن اللي مش مشروع ان انت يبقى عندك اهواء ويبقى عندك حسابات ويبقى عندك اتجاهات معينه ويبقى بتضرب في الراجل ده عشان الراجل ده ناجح مش ممكن انا يعني كل حصلت معاك يعني الفتره اللي فاتت والله بص بتحصل بص يا كابتن اسلام مش ممكن ابدا انا اقرا حاجه مكتوبه من خارج النادي طبعا طبعا لا مش من النادي طبعا لا 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 من خارج النادي طبعا على السوشيال ميديا بشكل عام والاحداث اللي بتحصل في توجهات معينة. طبعا اكيد انما في النهايه يعني بتتهاجم وانت عندك افضل حارس يعني السنه دي كان طبيعي كان افضل حارس في مصر
خلال طبعا اداؤه مع النادي الاهلي وفي نفس الوقت اداؤه مع المنتخب، يعني كان بينافس لحد اخر لحظه على احسن حارس في افريقيا. فبالهجوم ليه؟ هل يعني انت عارف لو 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 الحراس مثلا علي لطفي لما لعب ده الجوله الخامسه يا كابتن اسلام لعب مكان الشناوي مع فيتا كلوب هناك، المره دي خسرناه 1-0 علي لطفي ياخد الكره اللي خبطت في رجل واحد وغير اتجاه لما الفيفا كل سوري الكاف لما بيجي يعمل بعد كل جوله بيختار 11 لا بيختار 11 لعيب. كان حاطط علي لطفي في الجوله دي. علي لطفي في مباراه المصري كان من نجوم المباراه وكسبنا مباراه 2-0 وكانت مباراه برده المهمه جدا لينا في الدوري. فعايز اقول لك شريف اكرامي لما لعب ادى بشكل كويس قوي، وما بنساش دايما بقول الكلام ده كتير دايما في اي لقاء بقى انا الفتره دي بالذات، ان شريف اكرامي كان له دور كبير جدا رغم عدد ماتشاته القليله بس كان له دور كبير. فعايز اقول لك ان الاجوان كلها الحمد لله ادائهم بيادوا بشكل كويس جدا مع النادي. طب ايه الداعي بقى ان انت يبقى فيه هجوم عليا؟ الداعي ده ان في ناس زي ما بقول لك بقى بيبقى في ناس موجهه، في ناس مش حابه ان طارق يبقى في المكان ده لاي حسابات بقى. انما في النهايه يا كابتن اسلام جمهور الاهلي كبير جدا، يعني ما تبصش يا كابتن اسلام انا بشوف الكلام ده في الشارع. انا بشوف الكلام ده في الشارع، يعني جمهور الاهلي ده انت بتقابله كل يوم في الشارع كتير جدا طبعًا. جدا يمين طبعًا. وشمال وكل حته بتروحها بتلاقي جمهور النادي الاهلي. انما اللي على السوشيال ميديا ده كابتن اسلام حتى لو بينتقد طارق سليمان، ما هو في انتقاد بيبقى مقبول ومشروع وتقدر انت بالعكس ده الواحد لو لقى انتقاد بيبقى فعلا ايجابي والواحد يتعلم منه ويستفيد منه ابص عليه طبعا وبالعكس. انما لما بتلاقي ناس بتشتم وخلاص، بتلاقي ناس معلش يعني ممكن واحد بينتقدك مثلا ملوش ما لعبش كوره وملوش في الكوره وبالنسبه له ممكن يبقى دكتور ممكن يبقى مهندس ممكن، يعني في النهايه السوشيال ميديا كابتن اسلام معلش يعني انا مش شايف اللي بينتقد ده، ما اعرفش هو ده بيشتغل ايه ولا ليه بشورته فانيلا ولا ملبسي ولا لعب كوره ما تعرفش. انما في النهايه بقى كله بيدلو بدلو دلوقتي، يعني اللي بيفهم واللي ما بيفهمش كله بيدلو بدلو في على السوشيال ميديا وناس بتشتم وبقى الموضوع بقى سخيف شويه. انما في النهايه زي ما بقول لك الحمد لله الواحد اشتغل طول عمري في النادي الاهلي، لما بنزل التمرين وبشتغل الواحد بيخلص في عمله جدا جدا والحمد لله. كابتن اسلام انت بتتكلم في الحمد لله في نجاحات حققت في الفتره، انا الحمد لله رب العالمين 15 بطوله مع النادي الاهلي. ال 15 بطوله ده مش فتره قليله، يعني مش عدد قليل، عدد بطولات كتير يعني. فالحمد لله على الفتره اللي انا قعدتها في النادي الاهلي وده بيتي، يعني في اي وقت الواحد يطلب منه انه يرجع في اي وقت بيرجع يعني. طيب يعني كابتن طارق برضو كلام مهم جدا بنسمعه من حضرتك، ولكن في النهايه طارق سليمان يظل دائما خلال الثمان سنوات اللي فاتوا له دور كبير جدا مع حراسه مرمى النادي الاهلي. خلينا نطلع نشوف تقرير عن كابتن طارق سليمان ونرجع نكمل مع حضرتك. نجح طارق سليمان مدرب الحراس السابق بالنادي الأهلي في كسب ثقة واحترام الجميع. نجح المدرب الموهوب في الوصول بمستوى حراس الأهلي إلى مستوى متميز جعلهم يشاركون بصفة أساسية مع منتخب الفراعنة على مدار سنوات طويلة. ولد طارق سليمان محمد سليمان في 25 من يونيو عام 1973 في كفر الشيخ. بدأ مشواره الكروي مع نادي الزعفران ثم انتقل منه إلى القلعة الحمراء عام 1985 مقابل 10,000 جنيه ومباراتين وديتين. أول مشاركة رسمية لسليمان مع الأهلي أمام سك الحديد بكأس مصر، وكان عمره وقتها 16 عاما وسبعة أشهر. نجح في التصدي لركلتي ترجيح وكان أحد عناصر منتخب الناشئين الذي شارك في كأس العالم بكندا ثم منتخب الشباب المشارك في كأس العالم بالبرتغال، كما توج ببطولة إفريقيا للشباب تحت قيادة محمد أبو العز. كان أحد عناصر المنتخب الأولمبي ثم انضم للمنتخب الأول على فترات مع الجنرال محمود الجهري ومن بعده محسن صالح. حقق طارق سليمان كمدرب للحراس مع الأهلي 15 بطولة عبارة عن 5 بطولات للدوري، 4 بطولات لكأس السوبر المحلي، بطولة واحدة لكأس مصر، بطولتين لدوري أبطال إفريقيا، بطولتين للسوبر الإفريقي، بطولة واحدة للكونفدرالية الإفريقية. الجدير بالذكر أن سليمان تعود على الصعود لمنصات التتويج حيث سبق له التتويج مع المقاولون العرب بأربع بطولات، منها بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس
وبطولتين لكأس مصر وبطولة واحدة للسوبر الإفريقي، بجانب تتويجه كمدرب للحراس مع المريخ السوداني ببطولة الدوري. بدأ سليمان مشواره التدريبي في أكاديمية النادي الأهلي ثم قطاع الناشئين، ومنه انتقل كمدرب لحراس مرمى المريخ السوداني. عاد من هناك للانضمام للجهاز الفني لنادي ام بي لمدة 6 أشهر. من الفريق البترولي انضم للجهاز الفني للأهلي ليبدأ رحلة لم تكن مفروشة بالورود، لا سيما أن مركز حراسة المرمى بالنادي الأهلي هو مسؤولية كبيرة تحملها على عاتقه خلال 8 سنوات. سليمان الحراس يعمل بفلسفة واحدة طوال السنوات السابقة، هي العمل في صمت تام بعيدا عن ضجيج الإعلام وصخب السوشيال ميديا. طيب اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن طارق، يعني حراسه المرمى في النادي الاهلي مركز صعب جدا جدا جدا. كيفيه التوافق بقى ما بين اللاعبين او ما بين الثلاث حراس مرمى اللي موجودين مع حضرتك؟ شريف اكرامي اسم كبير، محمد الشناوي اسم كبير، علي لطفي اسم كبير. زي ما قلت يا كابتن اسلام، فعلا مركز حراسه المرمى في النادي الاهلي هو مركز حساس جدا جدا جدا، دايما بيبقى يعني فعلا تحت الميكروسكوب زي ما بيقولوا، دايما العين عليه. اي نتائج بتبقى يعني عكسيه بتلاقي دايما كله بيروح على الحراس، على الحراس طبعا يعني. وزي ما بتقول بقى كمان طبيعي انت متعود على كده. طبعا الصعوبه بقى كمان بقى في النقطه اللي انت بتتكلم فيها ديت، وهي ان انت عندك ثلاثه دول، في واحد فيهم بيلعب، واللي بيلعب ده ممكن يلعب فتره كبيره، مش ما بيلعبش مثلا شهر ولا اتنين ولا ثلاثه. يعني الشناوي لو اتكلمنا عليه بقى له سنتين بيلعب، يعني سنتين عدد ماتشاته يعني تعدى مثلا 80%، فالتلتين اللي بعديه ما بيلعبوش. فدي انت عايز يعني لما بيلعبوا لا ولا بيلعبوا طبعا ما الناس كنت لسه بتكلم لما بيلعبوا بيبقوا كويسين. انا قصدي اقول لك ان يعني واحد بس بيلعب وبيلعب لفتره كبيره، زي ما كان شريف اكرامي برضو قبلها كان قاعد يعني طبعا قاعد قاعد 5-6 سنين. يعني شريف اكرامي من 2012 لما انا جيت لحد تقريبا سنتين او سنتين وشويه كان هو الاساسي، كان بيلعب فترات كبيره، كان بيلعب احمد عادل برضو كان بيبقى كويس. فعايز احمد عادل كان قاعد مستنيك قبل الهواء يعني قابلته كابتن عبد الحميد حسن، حلقه جميله جدا، وقال لي انا هقعد استنى كابتن طارق سليمان اسلم عليه. انا فعلا استناني لحد ما انا جيت وقابلته وسلمت عليه. وبالمناسبه يعني احمد عادل ده سبحان الله يعني شخصيه كانت تتحب، يعني شخصيه محترمه بجد جدا. اللي مر احمد عادل يعرف قد ايه الولد ده شخصيه من جوه قوي نقيه. شخص طيب جدا. يعني بص، دايما المركز حراسه المرمى ده بيبقى لحد ما اللي ما بيلعبش ممكن يبقى شويه يجي مثلا تمرينه مكسل، شويه يجي مثلا ملوش قرفان من التمرين، مش في حاجات بتحصل كده طالما ما بيلعبش. ده لا يمكن يا كابتن اسلام يجي مره تمرينه وتحس انه مثلا ايه جاي مريح او جاي مش عايز يتمرن او جاي يعني زهقان من التمرين، مستحيل. كل الفتره اللي قعد فيها احمد عادل في النادي الاهلي بيتمرن بشكل كويس قوي، ولما بيلعب كان بيأدي بشكل كويس الامانه يعني. وربنا كرمه كمان بماتشين مهمين جدا في تاريخه. دايما احنا بنيجي نتكلم عن نهائي الكونفدراليه سواء هناك في ساحل العاج او حتى عندنا في مصر، احنا كسبنا هنا في الدقيقه 96 بجون عماد متعب. فاحمد عادل يعني ما شاء الله لعب الماتشين دول، ولعب كمان وهو مصاب، وكان عنده يعني بعد المباراه دي كابتن اسلام لما راح عمل اشعه احمد عادل كان عنده مز سنتي و6 مللي. سنتي و6 مللي ده كبير، الضمات قاعد فيها حوالي 3 شهور. يعني مع السنتي و6 مللي ده كبير مش صغير يعني. قاعد فيها حوالي 3 شهور مصاب بعد المباراه، وكان عندنا التغيير الثالث عايزين نغيره، والراجل مأخر التغيير خايف على ان احمد عادل ما يكملش ومتعادلين صفر. الناس بقى ما تعرفش الكواليس دي كلها. لا طبعا ما انا بقول لك يعني دايما الناس تقول لك ايه، هو ليه مثلا اكس من المديرين الفنيين، مش بتكلم على العموم، بتكلم بشكل عام. اكس من المدير الفني اصله ما غيرش ليه؟ الناس ما تعرفش بقى التفاصيل دي. في تفاصيل يعني كتير يا كابتن اسلام مش عند الناس. مش عند الناس بالظبط كده. كتير جدا جدا. فبرضه جداً. وطبعا ما ينفعش حد يطلع يتكلم. بتقوم انت مدي حكم وانت ده انت عشان ده انت بتيجي تاخد قرار، شوف كل التفاصيل الصوره دي عندك كلها موجوده، وبتسال واحد واثنين وثلاثه وقاعدين على الترابيزه بنتكلم في كل التفاصيل دي، في كل التفاصيل، والقرار اللي بيطلع ده برضه بتبقى انت برضه يعني طالع بعد ايه، بعد عنايه وبعد تركيز. برافو عليك. وده بقى يطلع يقول قرار كده ايه في لحظه. ما انا عشان كده بقول لك ايه، دايما انا بقول للناس يا جماعه ما ينفعش نحكم على طارق سليمان دلوقتي. صح لازم ندي مش طارق سليمان. أيوة لازم نحكم على اكس من المديرين الفنيين مثلا، او اديله فتره مدرب حراس مرمى
اديله وقته طبعا. لانه انت طبعا ما تعرفش كمان، هو انت اللي عارف التفاصيل، يعني انت ما حدش يعرف التفاصيل دي، ان المدرب اخر يقول لك يا اخي ده مدرب مش عارف ايه علشان ما غيرش. ده انا رحت ما يعرفش ان هو مأخر المدرب. اكمل لك الحته دي. اتفضل. انا رحت لفيت لاحمد عادل، خدت من على التراك جري كده، كان هو قاعد. كان ماتش ايه يا كابتن؟ كان ماتش سويسبورت. سويسبورت اللي هنا في مصر. النهائي. اوكي ماتش نهائي. فاحمد عادل بيلعب عمال يعرج، يعني ده بيعرج، يعني واحد بيعرج ايه ده، باينه جدا يعني. وبنلعب ناقصين، واحنا كنا على فكره احنا الماتش البطوله دي يا كابتن اسلام احنا اللي لعبناها 13 لعيب. برافو عليك. 13 14 لعيب. احنا في اوقات كنا بنحط جونين في الاحتياطي. ايوه صح، مفيش لعيبه، فكنا بنحط جونين في الاحتياطي. فانا لفيت لاحمد عادل قلت له يا احمد عادل يا ابني الراجل عايز يغير التغيير الثالث. ده الهدف طبعا، ده الهدف بتاع عماد متعب طبعا يعني. فقلت له عادل الراجل عايز يغير، انا عايزك لو اللقطه دي تكمل للاخر هتشوف انا الراجل انا عملت ايه في الراجل ده. لو تكمل للاخر ما بتكملش. فبقول لك ان رحت لاحمد عادل بقول له عادل احنا عايزين نغير التغيير الثالث والراجل خايف. قال لي يا كابتن انا لو انا برجلي واحده هكمل المباراه. وفعلا كمل المباراه وربنا كرمنا وكسبنا في الدقيقه 96. كان خلاص الحكم تقريبا الحكم حط السفاره في بقه خلاص عشان يسافر. هو يا دوبك كده بعد الكره دي خلاص. وليد سليمان طبعا تقريبا عبد الله اللي عملها له. وليد رفعها طبعا بيمينه، عماد ما شاء الله حطها يعني كان موفق فيها. فالحمد لله. بقول لك ان تعال نرجع بقى للسؤال يا كابتن اسلام، ازاي انت بتتعامل مع الثلاث حراس وواحد فيهم اللي بيلعب وبيلعب فتره كبيره وممكن الاثنين اللي قاعدين ما يلعبوش، دي انت بتدير يا كابتن اسلام الكلام ده ازاي؟ الموضوع مش موضوع انت بتشتغل في الملعب وبتشوط على الاجوان وبتاع، لا الموضوع مش كده، انت عندك تفاصيل كتير صغيره، وازاي بتتعامل مع الحارس ده وهو زعلان، وازاي تتعامل مع الحارس ده وهو ما بيلعبش وهو بيبقى رقم ثلاثه وهو مصاب وبيقعد في ناس بتقعد باصابه بتقعد بثلاث اربع شهور، فكل الكلام ده انت بتزيد تدير المنظومه دي، وما بتعملش مشاكل للمدير الفني. يعني دايما انت ايه ممكن مشاكل تحاول ممكن تخلص مشاكل كتير بينك وبين طبعا طبعا ده كتير جدا بخلصها. ودايما الحارس يشوف فيك انت وانت بتتكلم الصدق، ويشوف فيك ان انت فعلا لا انت مثلا بتتكلم بشكل باين عليك ان انت بتكذب عليه، او باين عليك ان انت الكلام اللي جوه بتقوله مش طالع من قلبك. فكل الكلام ده احنا بتشتغله مع الحراس. فعشان كده الحمد لله فتره كبيره جدا شريف اكرامي كان اساسي، وبعد كده بيقعد سنه واثنين ما تلاقيش مشكله، واكتر واحد ايجابي واكتر واحد بيساند، لان شريف برضه شخصيه يعني شريف كابتن فرقه طبعا. لعل لطفي ما بيلعبش وكان بيلعب في انبي ست سنين في انبي، لعب ماتشات كتير ما بيكلمش. الشناوي نفسه كابتن اسلام لما جه من بتروجيت كان بقاله 8 سنين بره النادي الاهلي، لعب كتير في الجيش ولعب كتير في حرس الحدود ولعب في بتروجيت. ولما جه النادي الاهلي اول سنه لعب 3 ماتشات من 34 مباراه، 3 ماتشات بس في الدوري وما كانش بيتكلم، وخد فرصه اول مره كابتن اسلام وقعد تاني مظبوط ما كملهاش. هرجع اكلمك عن مستقبل النادي الاهلي خلال الفتره القادمه من حراس المرمى المتميزين اللي موجودين، ولكن احد اصدقائك الحقيقه احمد عباس موجود معانا على التليفون، ويعني حابين ان هو يكون معانا على التليفون. استاذ احمد ازي حضرتك يا فندم؟ ازي حضرتك يا كابتن اسلام عامل ايه؟ اهلا 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 بيك. وطبعا يعني طبعا احمد من اقرب اصدقائك صديقي وحد محترم جدا وبيفهم في الكوره قوي يعني. احنا طبعا الكابتن طارق طبعا غني عن التعريف طبعا خالص واداء في الفتره الاخيره يعني. طب يعني طارق انت طب بما انك من اقرب الناس للكابتن طارق يعني احمد، عايز اسالك برضو عن ان هو في الاوقات اللي كان يعني بيبقى فيها متنرفز، انا عمري ما شفت طارق متنرفز يعني، احنا عشره عمر برضو لكن عمري ما شفته متنرفز كتير. فلما كان بيبقى ما بتحصلش كتير لكن بتتغلب يعني، هي كره القدم كده، كان بيبقى عامل ازاي؟ لا هو الكابتن طارق بطبيعته شخصيه هاديه طبعا ما بيتفاعلش كتير يعني، انفعالاته محدوده. فهو دايما طبعا يعني ايه ربنا بيديله ملكه ان هو بيتقبل الامور يعني ايه بصدر رحب كده يعني، لو لا قدر الله الاهلي اتغلب ولا حاجه يعني مثلا ايه طبعا بيبقى زعلان، بس طبعا قدر الله ما شاء فعل يعني. الكوره مكسب وخسار. طب هو دايما في معسكر اتفضل اتفضل. طبعا يعني النقطه اللي انا كنت عايز اتكلم فيها حته حراس المرمى في النادي الاهلي في الفتره الاخيره طبعا اداؤه مميز جدا. ايوه بس كان بيتهاجم برضه، انا لسه كنت ساله في الموضوع ده، كان بيتهاجم برضه. انت كان لما كان يجي ليه كان بيحصل كده ليه يا ابو احمد؟ والله كابتن في ناس موردين طبعا، وفي ناس بتبقى كارهه النجاح لاي حد. حتى لو هو مثلا اداؤه كويس جدا، بيجي منتخب مصر كان كاس العالم في 2 من النادي الاهلي في راس مرمى. في كاس العالم تمام. والفتره الاخيره طبعا الكابتن شناوي والكابتن علي لطفي والكابتن شريف اكرامي طبعا
الفتره الاخيره كل الناس بتتكلم على خروج المره في الاهلي, بيقولوا الاداء مرتفع المستوى فيه حاجه. طبعا حتى انا كنت بكلم الكابتن طارق بقول له طب هل الموضوع ده راجع لمهاره في حراس المرمى او ملكه عندهم او موهبه؟ طبعا الحاجات دي طبعا هو بقى الكابتن طارق يرد بقى, هو يقول بقى يقيم الحراس. هو عايز لا اسال تاني يا استاذ, تقصد تقول ايه تاني كده؟ قول لي تاني كده. طارق بكلم اتفضل الكابتن اسلام على حته حراس المرمى في النادي الاهلي, الاداء العالي للكابتن شناوي طبعا, حتى الكابتن علي لطفي طبعا الفترات احنا لسه قافلين الموضوع ده دلوقتي, بس احنا كنا بنتكلم على الموضوع اللي انت بتتكلم فيه دلوقتي حالا قبل ما تكون معانا على الهواء. لكن انا خليني اكتر اتكلم عن شخصيه طارق, يعني هو هادي بطبعه ودايما في معسكرات ودايما في بتاع, اتفضل. شخصيه ملتزمه من النادر جدا طبعا ان انت زي ما بقول لحضرتك تلاقيه, طبعا هو طبيعته ما بيغلطش في حد خالص, يعني حتى لما بيقرا اي خبر في نقد ليه ما بيردش, يعني ده طبيعي, ما بيزعلش مثلا ولا يزعق ولا يغلط في حد او كده. فطبيعته طبعا الكابتن طارق يعني من الشخصيات اللي حضرتك تحب ان انت تتكلم معاها. تمام, عايز تقول له حاجه؟ لا انا بشكره طبعا, وهو من اعز اصدقائي يعني استاذ احمد, وشخصيه محترمه قوي وحد خلق يعني ما شاء الله, يعني سمته كويس قوي وهادي, ودايما بقى يعني بينصحك يعني لما يبقى في اي موضوع بنتكلم فيه, فدايما نصيحه منه تاخدها وبدون بقى ايه يعني مش عشان هو بيحبك او عشان هو قريب منك, فدايما بيديني صح, حتى ممكن صح ده ما يبقاش انا على هوايه قوي, فتلاقي دايما بس هو تسمعه. انت لا بسمعه طبعا, احمد من الناس انت بتسمعها يعني. طبعا بسمعه طبعا يعني. بشكرك جدا يا استاذ احمد على وجودك معانا, شكرا جزيلا استاذ احمد عباس. هو سال سؤال برضو كده, اللي انا فهمته منه ان هو يقصد يقول ان يعني تالق حارس المرمى سواء شناوي او علي او شريف بيبقى راجع يعني قدراته هو الشخصيه, ولا تدريب ولا المدرب هو اللي بيبقى يعني له يد في الموضوع ده. فعايز اقول ان في النهايه طبعا الاساس طبعا في اي حاجه كابتن اسلام الموهبه, يعني الاثنين لازم يبقوا مكملين لبعض طبعا, ان يبقى عنده الموهبه ويبقى كمان الموهبه اللي عنده كابتن اسلام بيشتغل عليها. يعني ممكن تلاقي واحد عنده موهبه فذه فعلا, وتلاقيه ما طلعش كل حاجه عنده, لان شخصيته مش مساعده, شخصيته شخص مستهتر, شخص ما بيحبش التمرين, ما عندوش التزام كافي, فعمره ما هيطلع الموهبه اللي عنده دي كلها. وده امثله قدامنا كتير يعني, لو قعدنا نتكلم بس مش هينفع نتكلم فنقول مش هنقول امثله. لا وبالعكس العكس بقى صحيح, ان ممكن تلاقي حد عنده الموهبه وعنده بقى الشخصيه كمان العقليه بتاعته فعلا احترافيه, بيحافظ جدا جدا على نفسه وبيتمرن بشكل كويس قوي, بيحافظ على طبعا الحاجات اللي بره الملعب كمان يا كابتن اسلام, ما يبقاش مستهتر, شخصيه مستهتره وشخصيه ضعيفه وشخصيه ما بتحملش الضغوط, ده ينجح مع طبعا بيبقى معاه كمان مدرب كويس فبيطلع الكلام ده كله. صح, لو معوش بقى مدرب كويس ممكن الكلام ده كله ما يطلعش ما يظهرش. فده تقريبا السؤال اللي هو كان يقصده كده بالظبط كده, مستقبل النادي الاهلي. وخليني انا هوجه لك اتهام, اتفضل. مش هقول لك, لكن انا هوجه لك اتهام ان انت بتجامل احمد سليمان بوجوده معاك, وبتجامل مصطفى شوبير بوجوده معاك برضه. يعني انا شفتهم في صراحه الصوره شفتها كده, فقلت لازم السؤال ده اساله, لانه يا كابتن اسلام الايام بيننا الايام بيننا والسنين بيننا والعمر موجود, لو كان ليه عمر وربنا يديك طول العمر. انا عارف انا بسال قبل ما انا ماشي, بس حلو السؤال ده حلو. انا بسال دايما ايه يا جماعه, طيب هو احمد سليمان, بقول لهم يا جماعه انا كده خلي بالك الناس اللي انا بكلمهم قبل الحلقه النهارده طول النهار يعني بيقولوا لك عشان اوصل للي انا, هل السؤال ده اساله ولا ما اسالوش؟ لا بالعكس, ده بالعكس. فانا لما سالت الناس كلها بقول لهم يا جماعه انا حتى ما بحبش طارق, عايز اقطع فيه بجد. انا بقول لهم كده عشان لو في حاجه يقولوها لي. بلاقي ان كل المدربين اللي اشتغل معاهم سواء ده, بس بعد كلامك هكمل. انا زي ما بقول لك في البدايه, ان شاء الله باذن الله ربنا يدينا طول العمر, والسنين هتيجي والعمر هيعدي, وهتشوف الاثنين دول اللي بتمرنوا دول دلوقتي اللي احنا شايفينهم قدامنا دول, هتلاقيهم بعد كده ان شاء الله دول من اهم حراس مرمى موجودين في مصر, سواء بقى كملوا في النادي الاهلي سواء ما كملوش في النادي الاهلي, انما هتلاقيهم. الاجوان دي جوهم موهوبه يا كابتن اسلام, موهوبه, ومش ما حدش بيجاملهم, ده بالعكس يا كابتن اسلام, ده اكتر ناس بتضغط عليهم, اكتر ناس بتضغط عليهم, واكتر ناس بتهاجم, واكتر ناس ما بتاخدش حقها بشكل كبير الولدين دول. مصطفى شوبير ده جول كويس, عنده قدرات عاليه جدا جدا, احمد طارق جول كويس جدا وعنده قدرات, والاثنين موهوبين, بس عايزين شغل وعايزين تركيز عليهم عشان يحصل صغيري. بس عايز ما هو صغيرين يا كابتن اسلام, بس لازم يحصل شغل كتير معاهم, ولازم يحصل تطوير في ادائهم. الولاد صغيره وعايزين ما زالوا بيتمرنوا في الفريق الاول ولا طبعا مصطفى كان في الفتره اللي فاتت ديت كان في المنتخب الاولمبي,
واحمد كان بيتمرن لحد ما انا قبل ما انا امشي كان بيتمرن، وبعد ما انا مشيت الفتره اللي فاتت دي كان بيتمرن مع الدرجه الاولى. عايزين تطوير كتير يا كابتن اسلام. انت في زي ما بقول لك انت عندك الموهبه بس اشتغل عليها واشتغل كتير عليها. وده قبل السؤال اللي قبله بقى اللي كنا بنساله. هو الموهبه والتطوير هو ده لازم اطور، لازم الولاد عندهم حاجات كويسه. وازاي يا كابتن؟ بص يا كابتن اسلام، انت بتشتغل على 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 نقاط كتير جدا في حراسه المرمى. بتشتغل على المهاره بشكل كبير جدا جدا. وازاي المهاره دي صعبه قوي يا كابتن اسلام؟ لانك انت بتكون المهاره في كسر من الثانيه يا كابتن اسلام، يعني مجرد ما الكره بتشط عليك او كره عرضيه او في انفراد او 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 فانت بتطلع المهاره في كسر من الثانيه. فلو انت ما عندكش مدرب ما تطورش نفسك طبعا. لو انت المدرب ده لو ما بيعرفش يطلع الخطا طب هيعالج ازاي؟ طب هيطور ازاي؟ انا وانا شغال عليه لما بشوط كوره ويحصل خطا بوقفه وبوقف التمرين في كذا وفي كذا واقول له الخطا فين لحد ما هو بيوصل لحد ما هو بيوصل بيبقى عارف الخطا فين. رافع لي ايديه كده واقول له انا عايزك تقول لي. انا بقول له انا هسكت ما بقولوش الخطا فين، عايز هو يتكلم هو اللي يعرف هو اللي يعرف وبالتالي هو اللي هيعرف يصلحه. طبعا بعد يبقى عارف على طول. فاقول له طب عشان في تاخير في القرار شويه، في استعجال، المهاره ما تأدتش بشكل كويس، سواء بقى انت رحت بايديك اليمين وكانت محتاجه ايديك الاثنين، رحت بالشمال، يعني في حاجات كتير قوي في الشوط تفاصيل كتير احنا لسه بنتكلم على التفاصيل، فالتفاصيل لازم تبقى عندي انا. فده التطور بيتم من هنا لما بنيجي نعمل كرات عرضيه. ازاي الولد يشتغل كرات عرضيه كتير؟ يشتغل ازاي الولد يشتغل على الكوره وعينيه تبقى على الكوره ما يستعجلش. ايوه التكتيك ده يا كابتن اسلام، ازاي الولد بيتحرك في ال 18؟ في حاجات بيتحرك فيها عشان يتعامل تحت الخشبات، وفي حاجات بيتحرك عشان يتعامل ورا خط الظهر، وممكن تبقى اوقات بره ال 18. ففي امور كتير خاصه بحراسه المرمى. الموضوع مش كره جايه له يمسكها بايديه ويترمي مش تحت. مش بشوط وخلاص يا كابتن. ده تسخين يا كابتن اللي بنعمله ده دلوقتي، ده تسخين. ما هو ده اللي بنسمح لنا ان احنا نعمله. حوالي 10 لا ما انا ده اللي كنت بقوله دايما. هو 10 دقائق في الاول الولاد بياخدوا تسخين في الاول كده مهاري، شغل مهاري. وبعد كده بنبدا نشتغل الوحده التدريبيه اللي احنا رايحين في اتجاه في اتجاهها. انما طبعا في البدايات بيبقى كل ده بنشتغله والولاد ما شاء الله. وده ظاهر بقى على الاداء يا كابتن اسلام، يعني الكلام اللي احنا بنعمله ده. طب هو ما ظهرش على الحراس ولا ظهر؟ ظهر. احنا شغالين ماشيين في اتجاه صح ولا ماشيين في اتجاه غلط؟ فاكر انا كان ماتش ايه ويعني انا قلت يعني طلعوا الشناوي بره الفرقه خالص، هو افضل حاجه يعني في الفرقه. انت عارف يا كابتن اسلام، بتلاقي مدرب، بتلاقي الكلام ده كتير بتشوفه، مدرب مثلا تبص تلاقي ال 18 ده مليان ادوات، جايب لك ادوات يمين وادوات شمال ومكتر لك في هنا في الكنزات ومكتر لك في الشواخص ومش عارف ايه، تحس ان ال 18 ده مليان ادوات. وتبص تلاقي الحارس بيشتغل طول الاسبوع في اتجاه، ويجي يوم المباراه تبص تلاقي الاتجاه اللي شغال فيه في المباراه اتجاه تاني خالص. فالولد تبص تلاقي بقى مواقف اللعب اللي بتحصل في المباراه هو كده كده اوريدي ما اشتغلهاش في الاسبوع كله. أيوه. فيجي يتفاجئ، فتبص تلاقي الاداء يحصل فيه ايه؟ هبوط. يا جماعه ما هو عشان انت شغال في اتجاه غلط، انت ما بتشتغلش في اتجاه صح. الكرات العرضيه دي بيشتغل عليها كتير، الانفرادات بيشتغل عليها كتير، المهاره بيشتغل عليها كتير، التكتيك بيشتغل عليه كتير، الحاجات اللي فيها رياكشن بيشتغل عليها كتير. فكل الكلام ده بيحصل ارتفاع في المستوى وبيحصل تطور في المستوى. الموضوع مش موضوع من مثلا يومين ولا اسبوع ولا اسبوعين، لا ده الشناوي ده عشان يوصل للمرصود ده كابتن اسلام، كان الشناوي في النادي الاهلي بقاله 3 سنين. فعشان يحصل التطور ده ما جاش في يوم وليله. شريف اكرامي ما شاء الله فترات كبيره جدا اداؤه، شوف كان عامل ازاي كابتن اسلام. شريف اكرامي خد 2 أو 3 سنين افضل حارس في مصر، وكان بيلعب اساسي منتخب مصر. على لوسي ما شاء الله الفتره اللي لعب فيها كان بيأدي بشكل كويس. فده راجع لشغل كتير جدا بيتم، مش 3 دقايق انت بتشوفهم في قناه الاهلي. ما هم دول اللي احنا مسموح لنا. انا بتكلم احنا كقناه، انا برضه بفهم الناس. اصل الناس انت بيبقى لك ربع ساعه فقط اللي بتصورها. ما انا عارف، ممكن اقل من ربع ساعه. يمكن وبيجونا كمان، بيجونا كمان حراسه المرمى بيجونا دقيقتين. هم الدقيقتين اللي هم الاولين دايما. فيجي واحد يقول لك ايه ده طارق سليمان شغله كل يوم واحد، ده ما بيعملش حاجه غير يا جماعه ده تسخين. هو انت لما بيجي اللعيب بيسخن بيعمل ايه؟ مش انت بتستلم كوره بتاخد كوره وتباص انت مع زميلك باص لحد ما في النهايه تسخر وبتبدا تخش على الوحده التدريبيه بتاعتك. ده طبيعي في الكوره. انما بيبقى في ناس زي ما بقول لك، بيبقى في ناس يا اما مش فاهمه ودي انا بعذرها، يعني ممكن يبقى مش فاهم بس ما يبقاش ايه يعني يخش بقى برايه قوي يعني، ويبقى يا اما حد مغرض بقى وده يعني ربنا يهديه. ودايما بقول لك ما بنتكلمش، يعني طول ما انت في النادي الاهلي كابتن اسلام بتشتغل بتسكت، ودايما شغلك هو بيتكلم عنك واداء الحراس هو اللي بيتكلم عنك. طبعا كابتن طارق، استقبلت خبر رحيلك من النادي الاهلي ازاي؟ ولا انا بس انا دايما بحب ابقى عارف المواضيع دي والناس تحب تبقى عارف.
مين كلمك وقال لك ومين ايه اللي حصل يعني؟ ماشي الناس تعرف برضه انت بتشتغل في نادي عمل مؤسسي طبعا مش طبعاً. لا مش لا. ايه مش يا جماعه طارق طب مين اللي عايزين نفهم الناس واحده واحده. لا هو طبعا الفتره اللي بعد ما الراجل مشي المدير الفني استمرت لاسارتي لاسارتي تم توجيه الشكر ليه توجيه الشكر طبعا الجهاز الجهاز اللي معاه الاجنبي اللي معاه. احنا كان عندنا مباراه مع اطلع بره بالظبط كان لسه المباراه الثانيه تم الاسناد المهمه لكابتن محمد يوسف والجهاز اللي كان معاه اللي هو سامي وحضرتك انا وسامي وكابتن سيد حافظ طبعا سيد طبعا كابتن حسين عبد الدايم ك كابتن حسين احمال وكابتن احمد سليمان تحليل فني يعني اداء يعني. اشتغلنا اسبوع تقريبا لحد ما لعبنا المباراه دي طبعا صوره اللي عملوها لي الحراس في اخر يوم ليا في النادي يعني او قبل اليوم الاخير يعني. فاشتغلنا الخمس ايام اخر يوم ليك في النادي في الفتره دي دايما بحب اقول كده لان اولاد النادي لا حتى لو لا دي الصور دي لها هكلمك انا عن النقطه دي لان زي ما بقول لحضرتك احنا قعدنا اسبوع ما احناش عارفين بقى طب في مدرب اجنبي جاي طب مش عارفين مين هيكمل مين مش مكمل ما حدش عارف حاجه خلاص طبعا. احنا في مدرب اجنبي جاي والمدرب الاجنبي هيتم تشكيل جهاز مش ممكن هيتم تشكيل جهاز ومفيش مدير فني يعني تجيب المدير الفني الاول وبعدين بتشكل الجهاز ده الطبيعي مزبوط. في النادي الاهلي يعني وده السيستم النادي الاهلي. ف تم قعدنا زي ما بقول لحضرتك الاسبوع اللي احنا اتمرنا فيه ولعبنا الماتش بتاع يطلع بره. بعد المباراه دي اتمرنا تقريبا برضو حوالي اربع خمس ايام برضو ولسه ما كانش فيه لسه تم الاعلان يوم الاربع تقريبا او الثلاث. لا الاعلان كان يوم كان يوم الجمعه لان كابتن سيد كلمني يوم السبت الصبح تم الاعلان لان انا كابتن سيد كلمني يوم السبت الساعه 12 الظهر ايوه وانا كنت يعني خلاص انا كنت بلبس ويعني خلاص الفضيله يعني رايح النادي طبعا فكلمني كابتن سيد قال لي يا طارق يعني الراجل الاجنبي موجود خلاص تعاقدوا معاه معاه مدرب حراس مرمى اجنبي فقلت له يا سيد مفيش مشكله خالص يعني كالعاده يعني قال لي بس في نقطه بس لازم تبقى عارفها الراجل هيجي لحد هيجي الاثنين ايوه هو صح المؤتمر كان الاربعاء صح قال لي الراجل هيجي الاثنين المؤتمر كان الاثنين يا كابتن اسلام لا مؤتمر الاثنين ممكن هو قال لي المهم قال لي الراجل جاي الاثنين اول تمرينه للراجل يوم الاثنين ففي يومين اللي هو السبت والحد مفيش مدرب حراس مرمى يعني فقلت له يعني يعني هقول يعني لو انت حابب تيجي اليومين دول تعالى لحد ما الراجل يجي قلت له طبعا يا سيد هاجي يعني طبعًا. ازاي يعني خلاص ما فيش مشكله انما هاجي التمرين هاجي تمرين السبت وهاجي تمرين الحد لحد ما الراجل يستلم يوم الاثنين بالظبط يعني اللي مش اليومين دول هتقعد من غير تمرين مش هينفع فروح تمرين السبت اشتغلنا مع الحراس ورحنا الحد وكان اخر يوم ليا في النادي يوم الحد اللي عملوا لك فيه الحفله بقى الصورة. هم عملوها لي الحراس شريف والشناوي وعلي ومعاهم مصطفى شوبير واحمد عملوها لي يوم السبت يوم السبت وكانت في حفله ثانيه اتعملت بقى للجهاز كله الحفله دي اتعملت لي انا مع الحراس عملوها لي شريف اللي عملها لي يوم السبت يوم الحد بقى اتعمل حفله كده اللعيبه كلها مع كابتن يوسف والكابتن وانا وكابتن حسين عبد الدين احنا الثلاثه اللي ما كملناش انما طبعا الكابتن احمد سليمان كمل وكابتن سيد وكابتن سامي قمصان فبشكر طبعا الحراس كلهم شريف والشناوي وعلي والاثنين بقى الاشبال دول مصطفى واحمد على الحفله ديت وحاجه محترمه يعني ودي متعودين عليها كابتن اسلام في النادي الاهلي يعني ده الاحترام ده طبيعي لا الموقف ده برضو يا كابتن طارق هيظل الاحترام موجود يا كابتن اسلام وهيظل النادي الاهلي ده بالنسبه لي يعني ده بيتي بيتي الكبير اللي الواحد يعني كبر واتعرف والواحد لو يعني الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى ثم للنادي الاهلي عليا في حاجات كتير قوي 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 وده بيتي في اي وقت النادي الاهلي بيحتاجني انا تحت امر النادي الاهلي في اي وقت. كابتن طارق اخيرا لو عايز اسالك مين افضل حارس مرمى في مصر؟ او افضل ثلاث حراس مرمى في مصر وواحد بس من الاهلي بص لا ما هو انا مش هقول مش طبعا يعني واحد يبقى الثلاثه لا عشان ابقى واقعي علي ما بيلعبش وشريف ما بيلعبوش مش ممكن اقول طبعا هم جوان كويسه وزي ما بقول لك فترات كبيره جدا كانوا بيلعبوا بشكل انما حاليا الفتره اللي احنا بنتكلم عليها دي هو محمد الشناوي هو افضل حارس مرمى في مصر بدون ومين ثاني يعني. واحد بعدين ما انا هتكلم بقى على الموسم اللي فات لان الموسم ده لسه ما بداش كان في جنش طبعا جنش كان ماشي كويس كان عامل موسم كويس قوي مع الزمالك بصراحه يعني عواد طبعا ما كانش بيلعب في مصر كان بيلعب في السعوديه فما كناش بنشوفه على طول يعني فما اقدرش احكم كان يعني عامل ايه في السعوديه ماتشاته كان عامل فيها ايه انما في مصر طبعا كان في الشناوي والامانه كان في برضو عامر عامر قبل الاصابه الانتاج
الانتاج كان عامر برضو عامل موسم كويس قوي لحد ما اتصاب، كان عامل موسم كويس قوي. وكان برضو ابو جبل في سموحه كان عامل موسم كويس. هل كان في فتره من الفترات بتفكير في التعاقد مع حارس رابع؟ لا خالص 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 طبعا. يعني احنا النادي الاهلي يعني الموضوع ما بيجيش يعني دايما في الحاجات اللي زي دي. احنا جبنا الشناوي، لما جه الشناوي جه احنا قعدنا كجهاز وقلنا احنا محتاجين حارس مرمى، فتم الترشيح الشناوي كان علي لطفي، فجبنا الشناوي. وبعدها السنه اللي بعدها جبنا علي، احنا ما قعدناش خالص وما كلمناش الاهلي محتاج حارس مرمى خالص. هيبقى عندنا شريف وعندنا علي لطفي وعندنا الشناوي، بتهيألي يعني المركز ده المركز ده مش محتاج يا كابتن اسلام. بس جت في فتره كده قال لك اصل لازم، ما هو بيطلع كتير. بتلاقي هوجه كده مثلا على مثلا ابو جبل، هوجه مش عارف على عواد، على مش على عامر بتلاقي مقصوده بقى. لكن ابو جبل ما حصلش ان انتوا اتكلمتوا معاه خالص. لا انا بتكلم حتى انا ما بتهيألي ما اتسالتش يعني في النهايه ما حدش سالك. لا أنا ولا عواد، النادي الاهلي بيشتغل في تخصص. فلما يحصل حاجه هيجي، طب يا طارق احنا محتاجين حارس مرمى، طب نجيب مين؟ هتسال طبعا. ما انا اتسالت في الشناوي بالظبط، الشناوي لما جه، وسالت في مصعد عوض لما جه، وسالت في عادل لطفي. ما هو ده بيتم الترشيح من خلال مدرب حراس مرمى الموجود. طبعا يعني في النهايه القرار طبعا بيبقى قرار نادي وقرار جهاز فني وفي لجنه كوره، يعني الموضوع ماشي بسيستم مش اي حد. انت من الركائز او مدرب حراس المرمى من الركائز، لما باجي محتاجين المركز ده بالذات بتسال في الحراس اللي موجودين بره في مصر، طب احنا محتاجين ولا مش محتاجين. لما في فترات قلنا محتاجين جبنا الشناوي، والفتره اللي ما كناش هنجيب حد لحد ما علق مع احمد عادل، كان حابب ان هو يمشي يشوف فرصه يعني يلعب فرصة. يعني جه طلب، كانت رغبته انه يمشي. فبعد ما مشي باسبوع احنا جبنا علي لطفي في نفس الشهر. شهر في شهر واحد برضه علي عادل مشي في شهر واحد، واحنا جبنا علي لطفي في شهر واحد برضه. فهي ده النظام اللي احنا يعني بتمشوا بيه بنتعلمه في النادي، وعلى مر تاريخ النادي الاهلي فترات كبيره ده نظام النادي الاهلي. كابتن طارق اخيرا لو عايزك، انا عايزك تبص للشاشه هنا اللي وراك. تمام. اللي ورايا انا، سوري مش اللي وراك انت، اللي ورايا دي بتاعتي انا. اللي ورايا، وعايزك توجه كلمه لجمهور النادي الاهلي وكلمه للاعبي النادي الاهلي خلال الفتره الجايه، خصوصا ان احنا مقبلين على فتره صعبه جدا. ككابتن طارق سليمان مدرب حراس المرمى السابق في النادي الاهلي، وكطارق سليمان مشجع النادي الاهلي، ما فيش شك طبعا ان جمهور النادي الاهلي بشكره. يعني انا بلمس ده في الشارع، وبشوف الناس قد ايه يعني في تفاعل مع الواحد، وبتحب الواحد قد ايه. ودايما ده زي ما بقول لك بلاحظه في عيون الجمهور، وبلاحظه في حتى في تشجيعهم ليا او لما بيقابلوني في الشارع، فبشكرهم طبعا. ودوركم مهم جدا جدا في الفتره اللي جايه. يعني بقول لكم الكلام ده لان طبعا الفتره اللي جايه دي هتلاقي اخبار كتير وحاجات كتير ممكن بتبقى صح، ومشاكل كتير بتحصل بره الملعب. فانت ازاي انت تبقى وطول عمرهم هم دورهم مهم جدا ودورهم فعال جدا مع النادي الاهلي، كده عايزين يحرمونا منهم او البعض. طبعا فجمهور النادي الاهلي يا كابتن اسلام هو السند الحقيقي للنادي الاهلي للامانه، يعني هو طول عمره في ظهر النادي الاهلي. وانت بتاخد قوتك وبتستمد قوتك في الملعب من جمهور النادي الاهلي. مظبوط، دي واضحه وضوح الشمس لاي حد القاسي والداني بيتفرج، عارف النادي الاهلي، عارف جمهور النادي الاهلي، جمهور بيحب النادي قوي، وعمره عمره ما بيبقى ضد النادي يا كابتن اسلام، واضحه جدا يعني. طبعا. فبقول لهم انتوا الفتره اللي جايه عليكم دور كبير جدا في انتوا وجنب النادي وجنب اللعيبه وجنب مجلس الاداره، لان انتوا زي ما بقول دايما احنا لو جمهورنا موجود في ملعب يا كابتن اسلام كان في حاجات كتير جدا تتغير. يعني كنت لسه بكلم وانا جاي والله مع الراجل جاي معاه اللي جاي معاه في العربيه. سالني سؤال يعني، فقلت له يعني ابسط حاجه خالص، احنا لعبنا ماتش بيراميدز كان نهائي مبكر، لعبناه من غير 50 واحد في الملعب. مش كده؟ صح. انا بقول له لو كان جمهورنا موجود في الملعب في الماتش ده كانت ضربتين جزاء اتحسبوا، حاجات كتيره كابتن اسلام تتغير. لو في 20,000 و30,000 حاجات كتير تتغير. المنافس الماتش النهائي كان فيه حوالي 20,000 30,000، صح، كلهم في اتجاه واحد. فهنا مفيش تكافؤ فرص. هيقول لك ده نهائي، طب ما احنا الاهلي وبيراميدز كان نهائي مبكر، يعني كان مباراه نهائي برضو. يعني انت ليه يعني طب ما كنت خلي في تكافؤ فرص، وخلي الماتش ده كمان بجمهور. فقصدي اقول ان جمهور النادي الاهلي لو موجود في الملعب، احنا واخدين بطولات كتير. يعني ماتش اللي بكلمك عليه بتاع الكونفدراليه لما كان فيه 70,000 80,000 في الاستاد، انا وكانوا بيقولوا يا رب بالظبط في اخر دقيقه في اخر ثواني كله بيقول يا رب، صح، لحد ما ربنا اكرمه وجبنا الجول. فقصدي اقول لك جمهور النادي الاهلي خليك ورا النادي الاهلي وخليك ورا اللعيبه ومجلس الاداره، لان انتم مهمين جدا، دوركم مهم جدا في الفتره اللي جايه. للعيبه طبعا احنا عندنا احسن لعيبه في مصر بجد، يعني عندنا لعيبه كتير جدا وعندنا لعيبه كتير جدا كويسه. فاحنا حته ان احنا عندنا لعيبه مهم بقى يا كابتن اسلام، يبقى التكاتف ده يبقى عامل كده تكاتف. طبعا ايد واحده. بص يا كابتن اسلام، كل البطولات اللي احنا خدناها لما بنيجي نسترجع كده شريط السنه كلها عدت علينا،
مش ممكن ابدا نخسر بطوله واحنا ايد واحده كده، واحنا اللي بره زي اللي جوه، كله بيأدي في اتجاه واحد، ما حدش ضد، ما حدش بيروح في اتجاه، لو حد راح في اتجاه تاني كابتن اسلام بتلاقي بيحصل. عشان كده خدنا الدوري. اه طبعا، فكل البطولات اللي احنا خدناها بالشكل ده، فعايز اقول لهم تبقوا قريبين من بعض جدا، يديكم في ايدين بعض، وبالذات كمان الناس الكبار في الفرقه هم عارفين الكلام ده كويس يا كابتن اسلام، ما شاء الله شريف وشناوي وحسام ووليد وسعد، مش عايز انسى حد، المجموعه الكبيره كلها يعني ما شاء الله بيبقى لهم دور مهم جدا مع الولاد الصغيرين. عندنا الفرقه بقى فيها لعيبه كتير كويسه قوي بس انها صغير. لو قعدت اعد لعيبه مواليد 99 ومواليد 98 وحتى مواليد 2000 وحتى 2001، عندنا في لحد 2001 عربي و2000 طبعا احمد ومصطفى، ففي وعمار واحمد حمدي لعيبه كتير قوي صغيره. فاللعيبه دي مهمه يا كابتن اسلام ان دايما تبقى يعني تحبوا النادي قوي فعلا. النادي الاهلي ده يا جماعه يعني اي حد بيطلع بره، صدقني والله يا كابتن اسلام اي حد بيطلع بره النادي الاهلي بيعرف قيمه النادي الاهلي طبعا، صدقني كل اللعيبه، كل اللعيبه حتى لو بيلعب بروح منتخب مصر، حتى لو بيلعب اساسي في النادي الاهلي، بس النادي الاهلي مختلف. سواء بقى انت شغال فيه مدرب، مظبوط، شغال فيه في قناه النادي الاهلي، شغال فيه في كلاعب، كعامل في النادي الاهلي، النادي الاهلي مختلف. فيعني هو ده الرساله اللي انا بوجهها للعيبه وبوجهها للجمهور. وطبعا يعني يعني ما اعرفش بقى خلصنا ولا لسه. انا بشكرك جدا يا كابتن طارق على وجودك معانا النهارده. يعني اولا ستظل مثال الاحترام، يعني دائما كابتن طارق سليمان عندما يذكر اسمه هو مثال الاحترام ومثال 8 سنوات من الجد والعطاء، وان شاء الله 8 سنوات قادمه. يعني ما حدش عارف بكره ايه اللي هيحصل، سواء في النادي الاهلي في منتخب مصر، ان شاء الله انت مكانك دايما محفوظ. انا بشكرك كابتن اسلام، وكنت سعيد جدا ان انا معاك، وانت يعني دايما انا ببقى جاي، يعني لما قالوا لي ان انا هبقى موجود معاك يوم الاربعاء تقريبا بلغوني، شرف لينا يا كابتن طارق، اربع خمس ايام، فطبعا بشكرك وان شاء الله زي نتقابل يعني دايما، يعني دايماً. نتقابل دايما ونتقابل دايما يعني، والنادي الاهلي كده يعني بياخد بطولات وبيكسب، والدنيا ان شاء الله تبقى حلوه الفتره اللي جايه ان شاء الله. بالتوفيق طبعا للجهاز الفني الجديد، وان شاء الله باذن الله يعني يفرحونا ان شاء الله خلال الفتره ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. انا بشكرك جدا يا كابتن طارق على وجودك معانا، دايما مشرف ومنور. ربنا يكرمك. شكرا جزيلا يا كابتن طارق. انا بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا، وبشكر الكابتن طارق. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل عندي برضو فقره مهمه جدا، هتكلم مع كابتن سمير عثمان النهارده مش كخبير تحكيمي، هتكلم معاه. هو قد ايه قعد؟ شهر تقريبا يا كابتن سمير، او 20 يوم. 20 يوم كان رئيسا للجنه الحكام، ماذا حدث وكواليس ما حدث، بعد هذا الفاصل مع كابتن سمير عثمان.